شلون البيوت في دبي كسرت واحدة من قواعد الاقتصاد في العقار؟ شوف يا الحبيب، القاعدة الاقتصادية شو تقول؟ تقول لما سعر الفائدة يرتفع مبيعات العقار تقل، لأنها ترفع أسعار الرهن والإقراض العقاري وحتى أسعار مواد البناء، وعشان كذي جاذبية الاستثمار في المجال العقاري تقل ويصير ركود في السوق العقاري. لاحظ معي، لما رفع الفيدرالي نسبة الفائدة في أمريكا قلت نسبة التحويلات العقارية والعكس صحيح، وهالشيء يصير في أمريكا وكل الدول اللي عملتها مرتبطة بالدولار. لكن عقارات دبي كسرت القاعدة هذه، مع أن الفيدرالي رفع نسبة الفائدة في أمريكا 4 مرات في سنة 2023، مبيعات العقار في دبي زادت 51%، ووصلت قيمة المبيعات العقارية 401 مليار درهم مقابل 265 مليار درهم في السنة اللي قبلها. أما بالنسبة للعقارات الفاخرة، فدبي الصراحة بدعت وارتفعت مبيعاتها في سنة 2023 بنسبة 92%. عاد الحين بتقول لي شلون؟ مو انك قلت لي في البداية لما سعر الفائدة يرتفع بتتأثر الحركة في السوق العقاري؟ وشلون أصلاً ان مبيعات العقار في دبي ما بتتأثر بل بتزيد؟ خلني أقول لك، هو أصلاً شنو تأثير سعر الفائدة؟ ترفع سعر الرهن والقرض العقاري، بس لما يكون الكاش موجود عاد هني تتغير المعادلة. وعلى فكرة سوق العقار في دبي غالبيته يعتمد على الكاش، وخلنا ناخذ سوق العقارات الفاخرة في دبي كمثال. أكثر من 80% من مبيعات العقارات الفاخرة في دبي تتم بالكاش، يعني الرهن العقاري ذي ما له دخل في الموضوع. بالمختصر ناس فلوسه موجودة تدفع وتشتري عشان يا تسكن أو تستثمر.